دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي، وهنبدأ معاكم من سعر البيع اللي بيسجل 24 جنيه 62 قرش و 24 جنيه 54 قرش للشراء، اليورو 25 جنيه 71 قرش للبيع و 25 جنيه 62 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 29 جنيه 97 قرش للبيع و 29 جنيه 86 قرش للشراء، فرانك سويسري 26 جنيه و4 قروش للبيع و 25 جنيه 94 قرش للشراء، اليوان الصيني سجل 3 جنيه 47 قرش للبيع و 3 جنيه 46 قرش للشراء. بالنسبة للعملات العربية، فالريال السعودي سجل النهاردة 6 جنيه 55 قرش للبيع و 6 جنيه 52 قرش للشراء، الدينار الكويتي 80 جنيه و20 قرش للبيع و 79 جنيه 91 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 6 جنيه و70 قرش للبيع و 6 جنيه 68 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 1363 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1590 جنيه، عيار 24 سجل 1817 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 12720 جنيه. بكده حاولنا ان احنا نعرف حضراتكم على اسعار صرف العملات الرسميه النهارده وكمان اسعار الذهب. هرجع مره تانية لمحمد وبسنت علشان نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك.